ازيكم يا اصحابنا؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي. معاكم جايدة من قناة عالم جودي وجايدة. النهاردة اول يوم هلبس زعانف. وايه تاني؟ والكفوف دي. تمام، هتعرفي تشتغلي بيهم في المية؟ ان شاء الله. وهتسبحي كده حلو وتوري اصحابنا؟ ايوه. تمام، النهاردة هلبس التيشيرت الجديد اللي خالتي ايوه صح، في عيد ميلادك. قولي لاصحابنا بقى، اسأليهم شكله حلو ولا لا؟ شكله عسل. ما هم مش هينفع يكتبوا في التعليقات، بس مش مشكلة، بس هو عموما شكله عسل. النهاردة اول يوم لجودي في فريق النادي، هتلبس الزعانف وهتلبس الكفوف دي. والنهاردة اول يوم لجايدة في ايه؟ في ليفل الف صح؟ اللي هو اعلى مستوى ان شاء الله باذن الله، شهر كده وتبقى مع اختها فريق صح؟ جاهزين نروح النادي؟ يلا بينا. يلا بينا. جودي محبس الهواء، فخ الهواء جوه الميه وانت عايز تنفخي وانت تنفسي، بس كده مش هرضى. يلا شاطرة يا جودي، أول يوم بقى زعانف وبدل، شطورة. شايفاها؟ بسرعة بسرعة بسرعة، شطورة يا جودي، حلو. شطورة يا جودي، شطورة. يلا يا جودي لفي. صح صح، شطورة، حلو يا جود، حلوة قوي النهاردة، حلوة قوي. اعمل لي كيف بونيه، شاطرة يا جودي، شاطرة. انفخي نفسك تحت الميه عشان تمشي مسافه اطول. انت قافله المحبس وطالعه زي المكوجيه برضه اول ما تطلع. يلا يلا حسين، مش انت اول واحد يا ابني؟ عادي، ما ماشي على وش الميه وادي من تحت. التمرين وطلبنا اكل وكلنا وكان معانا ايس كريم. انت الكابتن، ثواني، انت الكابتن قال لك ايه؟ اولا النهارده الحمد لله فاجئتني في الزعانف صح؟ واسمها ايه اللي بتتلبس في الايد؟ بدلز. عرفت تلبسهم النهارده لنفسها وكله تمام؟ ها جايده الكابتن قال لك ايه؟ جايده الكابتن قال للكابتن بتاعها لو اتحسنت سنه بسيطه هياخدها فريق مع جودي صح؟ صح. تشدوا حيلكم بقى شويه في التدريبات. نقول لاصحابنا ايه بقى؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده. نقول لهم ايه؟ وباي باي.